يا احمد قوم عاوني يا احمد. يا احمد قوم. احمد قوم لحديك طب قوم حاجتي بيك. بيت هدوء. يا ودي قوم يجي عاوني وانت غير كامل راقد ما تعمل في شيء. ابليس يا امي ابليس يا امي ابليس ابليس يا احمد بابا يا امي شفتني شر تشبيك الغايب اسدوا الليل لله اسدوا محمد رسول الله يا ابوك يا ولدي تقوم لا انت ابليس جايب شقتني خطني سرقت 10000 من سطوش امي والله عرفت ربي باش يطيح فيا برص امك سامحني وربي اديت بها كادو صاحبتي في عيد الحب راك حفي على الفون 6 تاع خوها صغير قالت لك تعطي يا ولدي انا ابوك اعطيني ما يثبت ابش اعطيك اللي قلت لك تو قوم حاجتي بيك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا علي هكا يا بابا كان ضربتك تو وين تضرب لا ظاهر جبت الرجال يا بابا اغزر روحك ما تخاف من روحك باهي قوم حاجتي بيك لحداش تو وانت مازلت راقد انت هذاك البرا يتخادم انت هذاك البرا يا بابا ما تبداش افهم وضعيتي قبل ما تبدا تحكي بديت عليك في شقت ولا مع شنو حكيت قبل ما نرقد ولا شنو حلمت ودي زيني على الصبيح لبس درع مقنع ولا مش عارف شنو حاطه فوق راسك هذاك انا كيفاش باش نعرف انت بابا من اصلا باش هي وضعيتك علي سهر البارح سهر نتفرج في فيلم تاع رعب يا قصة من بالليل عبيت متاع الفيلم يراك هكا وانت لابس طبوريه فوق راسك ما يخاف منك تتفرج في فيلم انا نقول لك حاجتي بيك وانت تتفرج في فيلم باه تفرج على عاود البس ماشي الكوج يعني اتلفت نحك ورايا ما تعطلني سكر البيت موش انا نخرج ترجع ترقد انت باه ما تقوم حاسب بيك مضيع مش وقتي نهار راح والله باش يجي قومك بالضرب يخرج سكر الباب تو نقوم لا قوم تو يا بابا صبح الصبحيه نتاع الصباح راسك تو انت حتى عيني ما تحلتش بليك دير تفرج رفيك بالطيه نتاع غاز قوم هكا وليك بالطيه نتاع غاز شاد مطرق والله يا بابا يا اخي تتحول تو انت ماشي في بالك تنحي هذيك من وجهك ما عادش يخوف تلقيت نحي وجهك من بدنك يبقى الهيكل العظمي نتاعك يخوف قوم باهي يخرج هاني جاي لا قوم تو انا مش بدل حوايجي راك قوم تو نخرج قوم هاني قمت تو والله نرجع نلقاك راقد ما تشوف باهي بابا هاني قمت تخرج هاني جاي تو هاني قمت ما تخليليش نرجع سكر بيا باهي باهي هكا واحد على الصبيح نوم يستحلاها قلت لك قوم انا وين قوم